عبيده راه كل يوم يموت بين عينينا بشويه، عبيده راه كل يوم يموت بين عينينا بشويه. لازم نكونوا اليد في اليد باش نوفوا مع خونا عبيده. راجل في عمره 18 سنه تجدو كريعه باش تخمجلو باش يصرح باش يرقد الاز. هنا خويا لحقت كيما نقولوا حنايا للنقطه اللي الواحد ما يقدرش يزيد يصبر. كونكش ما يقدر ربي والله نندمو، ماشي حتى كيما قالك هو يموت في يدينا، اي دقيقه رانا نخسرها في سبيل انه الطفل هذا يبرى، اي وقت ضايع. السكوليوز تاعو راح تتبلي على لي بومون تاعو، يولي ما يقدرش يتنفس، يولي ما يقدرش ياكل. يا بنداوي إذن متابعي قناة الهضاب تي في في كل مكان، أهلا بكم معنا اليوم. رانا في خرجة استثنائية لإحدى البيوت الصيفية، وبالضبط في حي 300 مسكن، باش نشوفوا إنسان محبوب ومعروف في الوسط الصيفي عامة وفي الوسط الرياضي الكروي خاصة. هذا الإنسان كاين اللي يعرفه كاين اللي ما يعرفوش، ماذا بيا نتعرفوا عليه مع بعض. هذا الإنسان هو دخيلي عبيدة. أهلا عبيدة. أبار لبس؟ أبار الحمد لله. خوتي كما راكم تشوفوا، عبيدة مناصر وفي جدا لفريق وفاق سطيف، وهو أيضا يعاني من حالة مرضية كما راكم تشوفوا، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. نتمنى إن شاء الله نتعرفوا عليه مع بعض ونعاونوه بالشيء اللي نقدروا إن شاء الله. راه متواجد معنا اليوم خويا محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم وراكم في داركم إن شاء الله. شكرا خويا العزيز. حدثني شوية على عبيدة. عبيدة يعاني من مرض كما يقولوا احنا شلل دماغي في النخاع الشوكي. شلل دماغي في النخاع الشوكي، يعطيك الصحة. وعنده سكوليوز في حالة سي، قصدك تقوس ظهري، تقوس تاع العمود الفقري على حالة سي. التقوس هذا من راح يزداد من السيء للأسوأ. التقوس هذا يعني كما نقولوا احنا سبب له في أعراض جد خطيرة جدا، منها من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وخاصة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وين عاد يعاني بزاف من مونك اسبيراسيون، عدم التنفس بأريحية. عدنا نديروا له تنفس اصطناعي تقريبا يوميا. والجهاز الهضمي تاعو عدنا عاد حشك كما نقولوا حنايا، حتى الفضلات عاد ما يقدرش يطيشها وحده، لازم نديروا له حنايا الفيدونج شاك دو جور، نديروا له فيدونج وحدنا. حسب الكلام اللي سمعته انه عبيدة عنده امل في العلاج، لكن خارج الديار، يعني خارج الجزائر. احنا درنا لي بروسيدير كامل يخص عبيدة، واتصلنا ببعض الاطباء وبعض المراكز في مصر الشقيقه، بعث لهم الحاله المرضيه تاع عبيدة موثقه بكل الوثائق. وبعد التشخيص وبعد ما درت لهم فيديوهات عليه، نوضناه مشيناه شافوه هكذا، بعد ما شخصوا الحاله تاعو عطوني 50% 50%، 50% اللي هي إيجابية، 50% اللي هي سلبية، وفي نفس الوقت 50% سلبية قادر يرجعوا منها 20% إيجابية. حدثني عن الإيجابية، كي تقول إيجابية وش معناتها؟ دوك حاليا عبيدة، حاليا عبيدة راه نظن ما يقدرش يمشي، ما يقدرش ينوض. راح نتطرق لك أنا للحالة الإيجابية، وراح نتطرق لك للحالة السلبية باش يفهم رأيك. أكيد. حاليا عبيدة لازم له إعادة التأهيل المكثف لمدة ترى أكثر من 6 أشهر، اللي باش المسكل نتاعو يعاود يريبروني كيما لاصال ميسكيلاسيون، يعاود يريبروني باش يخدم خدمته، باش كي يخدم خدمته باش الجهاز نتاعو، جهاز التنفس والجهاز الهضمي يعاودوا يخدموا كيما كانوا. كيعاود يريبروني عبيدة، يعاود يخدم الكور تاعو، يعاود يخدم، راه يعاونوا في نفس الوقت على النخاع الشوكي تاعو، وعلى كيما قلنا كوتي مورال، يقدر هو فيزيكمون كيعود الفيزيك تاعو المشكل تاعو يخدمو منه، يقدر يولي يتركز، يقدر يولي يعاون روحو كيما دوك هكذا، وما يقدرش يعاون روحو على خاطر صاي كشغل مروجيتي مع الاعوجاج دوك اللي راه يعاني منه حاليا. عاد دوك اللي قاعد عاد ما يقدرش يقعد فوق 10 دقائق ربع ساعه، يقول لك رقدني.
ثم الحالة الإيجابية هي تاع عبيدة، هو لازم له إعادة تأهيل المكثف مينيمو في النهار، عنده 6 ساعات، هذه غير ريديكاسيون. ومعها ثاني بعد يجيو أمورات أخرين، أي ماشي ريديكاسيون واحدة، أي فيها يباري هذيك ليباري بوتوكس، فيها بزاف أمورات، فيها أدوية، فيها منها، ماشي ريديكاسيون واحدة. وفي 6 أشهر، في 6 أشهر هذه قادرين نطرقوا للعملية الجراحية اللي هي في القصر الأوتار. ديناه للجزائر، ديناه مصطفى باشا، ديناه راس الماء، ديناه جرينا به. عبيد انا كي نقول لك في عمره 18 سنه، نحي عام تاع مزيد ما اكتشفنا المرض تاعو، عنده 17 سنه، 17 سنه عبيد جامي تخلينا عليه ولو نهار. شكون اللي راهو قايم به هنايا في المنزل؟ قايمين به كل، قايمين به كل، انا خو هذا، ما بابا، زوجة، قايمين به كل. عبيدة حان الوقت لنديرو يد في اليد وندزوه يعالج، دزوه العالج خير من لا قدر الله حاجة واحدة أخرى والواحد يولي له ندامة ويقول له ما سعيدش ولا ما درتش ولا منا. حنا عندنا شوية حشمة هذيك، نقولوا بالك ما نروحوش للناس، بالك هكذا، بصح على جال عبيدة ولا الحالة اللي راهو فيها عبيدة، وين توصل الدرجة أنك أنت راجل في عمر 18 سنة تجدو كريه باش تخمج له باش يستراح باش يرقد ألاز، هنا خويا لحقت كيما نقولوا حنايا للنقطة اللي الواحد ما يقدرش يزيد يصبر، وما فيهاش حشمه هذه يا خويا. نطلب كل نداء للمحسنين والآل خير يعاونوني في عبيدة، واجرهم على الله، الشكر من رب العباد وليس من العباد. احنا رانا العائله تاع عبيدة، انا اصحابه وخاوته، وان شاء الله لازم نكونوا اليد في اليد باش نوفوا مع اخونا عبيدة. من هذا المنبر نطلب من كل المحسنين سواء في ولايه الطيف وخارج الولايه، هو راهو محبوب في كامل الجزائر وحتى في البلدان المجاوره. حالة عبيدة راهي تفاقمت هذه المرة، العائلة تاعو كانوا متردين، عندهم أكثر من عام وهم متردين باش يقدموا نداء للناس باش يعاونوه، كي شافوا الحالة راهي تتفاقم والحالة تاعو راهي تزداد سوء يوم بعد يوم. راكم تشوفوا في الحالة الصورة راهي تبين. ان شاء الله انه مادام كاين امل لما لا نسعى ان شاء الله. ها والناس هي حابه تعاون، الناس هي كيما يقول لك بالك، كاين ناس ما سمعوش برك باللي راهو محتاج باش يروح للمصر باش يدير لا ريديكاسيون، عنده بروبليم في لي بومو، عنده بروبليم في الغاسترو، عنده بروبليم في كرعيه، عنده بروبليم في هاك تشوف لي غامو تاعو كيفاش راهم كمشين، عنده بروبليم مسكين في ليبيليبسي. ان شاء الله كيما الناس يتعرف باللي لهنا الطب لا غالب، اقصى درجه تاع الطب داوه ليها راح ليها ما قدرولوش. سما كاين اخ راهو في مصر راهو يداوي في الابنه تاعو، نحيوه من هذا المنبر ثاني اللي راهو يعاون مسكين، اعطانا جرعه امل، قال لك باللي هذا السونتر اللي راهي فيه بنته راهي كل يوم راهي تتحسن. احنا ماذا بينا هي تتحسن، نعاونوا عبيدة ان شاء الله ثاني باش يتحسن، ولما لا شفاء بيد ربي، لما لا خطره الجايه تجي وان شاء الله تلقاه واقف على رجليه ان شاء الله. هذا انسان ولد مدينه سطيف، شوف لي ديريجون يعرفوه، لي بريزيدون يعرفوه، لي جوار اللي يعرفوه، لي سيبورتير يعرفوه، عندنا الجيران يعرفوه، في خرطي الناس كلهم متعاطفه معاه. هذا يكذب عليك، هذا راه تمبر في السطاب في في في, في, في لونتوراج تاع نادي وفاق سطيف، هذا ما كانش اللي ما يعرفوش، يكذب عليك 99%. شوف العيب فينا احنا، باسكو شوف تحب ولا تكره هذه قضيه قضاء وقدر، يبرى ما يبراش، هذه قضيه تاع ربي سبحانه. بصح شوف ربي سبحانه من نهار خلق الدنيا حل لنا باب واسمه بدل الاسباب. يا اخو احنا نبدل الاسباب، انا جو فوا با لي الناس كنت تعرفوا ومن بعد يجي نهار كيما قال لك خوه كونكش ما يقدر ربي والله نندموا. ماشي حتى كيما قال لك هو يموت في يدينا، اي دقيقه رانا نخسرها في سبيل انه الطفل هذا يبرى، اي وقت ضايع. 18 سنه لها مش يقرا في جامعه مثال، ما شوف اللهم لا اعتراض على قضاء الله وقدره، صح ليه 18 سنه مش يقرا في الجامعه، لا مش يجري، لا مش يديبلاسي، لا حتى نديو في كروسه، لا كيما قال لك هو باش يقضي حاجته، لا لازم له معاه ناس. والحاجه اللي تزيد شويه تقيس سيكو المرض تاعو هذا، مش قال المرض خبيث اللي ما عندوش دواء في الدنيا كومبلي اللي سلطوا عليها ربي معليش. هذه الحاجه اللي تزرع الامل مادام كاين، يعني مادام سيدي برا ليه يعني. هنا انا ما نكذبش عليك، انا واحد من الناس هو خوها وعلى باله دي فوا هكذا، انا ما نجيش نطلع عليه، لا نحس شكون مقصرين في الطفل هذا، مقصرين في حقه، خليه يجي كيما قال لك هو يخلص قدامنا
اوليو اللي نروحوا حنا للشارع ونادريسيو الناس وهذاك قاعدين غير توجور ندورو في واحد لونتوراج تاع نصوروا معاه ونتعاطفوا معاه ونقعدوا ندعيو الصور وقعد ادعي الصور يروحوا لي ما نديرو شي تفيد زوج مني الله ثمني الناس املا قلت لك الناس كنت تعرفوه حنا مانيش حابين ندخلوا في الله هي دوك كل واحد واش عطاه ربي هذه راهي ارزاق وقسمها ربي على الناس في الدنيا هذه ارزاق بصح شوف كاينين الناس هكذا ديفو هكذا كي تروح تحلوا باب تاع خير باش يديروا قلبو يتكمش شويه يا سيدي روح دوك ناخذها من جانب ايجابي اي انسان راح يشوف لا فيديو هذه وعنده رزق اللي قادر يعاون طفل هذا لعاد قاد كاينين دي كاينين ديكا بزاف في الجزائر من الاستقلال ديفو هكذا في حصص واحد من المحسنين ان كات مليار يعيط واحد يقول لهم عليا تما ماشي اسمع كيما الناس راهي دير فلا بيبليسيتي للناس الفاسدين والناس ولاد الحرام حنا ثاني ماذا بينا الناس هذو رانا نحوسوا نجيبوهم نحوسوا نشوفوهم وراهم هاو انا قلت لك ولايه سطيف ولايه غنيه ومعروفه اصلا بالتجاره سما خاص غير استثمار هاو انفستيسمون يا خويا هاو لعج حنا الناس اللي راهو يشوفوا فينا دوك واحد قاعد هكذا راس ماله 20 مليار ولا 10 ملاير ولا ان شاء الله ربي يبارك له ويزيد ان شاء الله باسكو ربي اللي عطاه واحد ما عطاه يا سيدي لعج راك قاعد كرع فوق كرع جعلنا ربي حنا السب وقناة الهضاب هذه باش ندخلوا ليك ونطبطبوا عليك هاو تربح به الجنة ما فيها والو ما كانش يا سيدي كاينين طرق كاين الناس كاين هبات كاين بالحصالات ليه حنا دوك نقعدوا نتفرجوا فيه ونقعدوا دوك اشاك فوا في كل ايفينمون تاع لونطونت ماتش كابيتال هكذا والله منا نديوه وندخلوه زعما ويروح يدور في ستاد والناس تصفق والناس هايا معليش نبداو دوك في البراتيك كاين حاجه براتيك لي ميديا تلعب دور الناس شوف اخر حاجه شوف قال لك ولا تحقيرنا من المعروف شيئا بارطاج برك انت عندك 1000 صديق انا عندي 5000 هذا 6000 شوف الدائره شوف الريزو اللي راح يدور فيه اليوم في العشوه كنت بارطاجي تا انا وهذا وهذا يقدر يشوفوا 10000 بنادم من 10000 بنادم هذوك 0.001 بنادم فريد يقدر يداوي بنادم نفرح كي تكون اداره نادي فيرستيف دارت حاجه هكذا مبادره خطوه احنا ما قلنا يا سيدي معليش شوف دوك تنمول واحد ولا يحشم كيما قال لك خوه ولينا حشم نروحوا للجوار والله الديريجون والله الله يسهل على كل واحد على الاقل اعطيونا الصيغه القانونيه باش الامور صورت هذا ما كان اعطيونا الصيغه القانونيه باسكو تحب راه تكره كي تكون كاينه حمايه قانونيه وغطاء قانوني تقدر تنشط مثال دوك تاخذو ما تقدرش تروح تهز حصالات وتخرج برا الناس تنحيهم الصوارد كاين واحد دي بروسيدير مديرتهم الدوله مادامنا في اقليم الجزائر لازم تكون تابع للدوله الجزائريه واش تقول لك بصح غدو تا ايماجينو كيما قلت ستاد يهز 15000 سبيكتاتور راك معايا على 10000 في مليار ونص بصح الحوايج هذو ما نقدرش نديرهم انا ولا خو ولا هذا الحوايج هذو لازم تلتزم الاداره بدير مبادره الخطوه الاولى ومن بعد لما كانش كي من بعد خليو العيب فينا احنا كون ما نعاونوش خونا الحاله تاع عبيده راهي باينه وراهي تزيد كل يوم درجه فدرجه راح السكوليوس تاعو راح تتبلي على لي بومون تاعو واللي ما يقدرش يتنفس واللي ما يقدرش ياكل سما راه عندها اثار جانبيه كبيره تما حنا ما دامنا في البدايه نوقفوا على خونا خويا ما عندنا ما خسرنا اخي كيما قال لك امين قال لك في وقت الشهره ووقت هذاك كل جاوتو العبيده ايبا لحقنا كنا في التيوريك دوك انا في البراتيك انا في ستاج براتيك جي ليه في السراء مادام ثاني لازم يلقاك هو في الضراء يوقف الضراء اخي وحنا كان جعدنا وكان لاباس بينا ماشي حين نضطر للشعب باش يعاونه 300 مليون هي بالك يسلكها جوار في شهر 300 مليون ناس تحطها في عشاء بلا ما نكثروا الهضره 300 مليون ما كان والو كاين عباد على بالي بلي راهم يسمعوا فيا يدها كادو امورا الكاميرا 300 مليون ما يمدهاش ميم با يمدها في شاك باسكو ما كان والو خاوتنا هذه 300 مليون ما كان والو ماذا بينا انه كامل نوقفوا مع عبيده سوا انسان اللي يكون كيما نقولوا بوكوتيكي باللغه نتاعنا باش تفهمها وسوا انسان ثاني اللي مقدور الحال انا قلنا احنا بنعاونوا حنايا باش اللي نقدروا ويعاون الانسان اللي عنده دراهم باش اللي يقدر رانا ماناش حاصرينها في انسان والله يعرفوا كامل يعرفوا الله يبارك غاتك موكي الغاشي يموت عليك او على بالي هم جاوا حتى لهنا باش يشوفوك ويقعدوا معك انا حاب ندوي حاب نداوي حاب نداوي ان شاء الله ان شاء الله حاب ولي جوار حاب تولي جوار حاب مؤمن اغيه
الى هنا شفتوا الكلمه تاع الاخ عبيده، شفتوا الكلمه تاع العائله تاعو، شفتوا تاع اصحابو. ايبا ما بقى لنا غير نقول لكم الحاله دوكا راهي عندكم، ما بقى غير نتعاونوا اليد في اليد ونتكفلوا بها ان شاء الله. الى لقاء اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه.